السلام عليكم من جديد. إذن في هذه الفقرة غنطرقوا واحد التمرين تطبيقي وغنشوفوا الأمثلة الأسئلة لها علاقة بوجه هذا الحالي الممرض أو هذا المرض السائد ولا متنحي. دونك قبل ما نطرق سامح هذا السؤال، حلل الشجرة واستنتج نوع السيادة بين الحالي الممرض والحالة هذه. هنا تيقول لك واش عندي هذا المرض متنحي او لا سائل. دونك هذا هو السؤال، ها هو كيطرح بطريقه مغايره. هل المرض محمول على سبب جنسي؟ فسر كيف ينتقل هذا المرض من جين لاخر. دونك هذو الاسئله غنطرقوا لكل وحده، ولكن قبل ما نجاوبوا على هذه الاسئله بغيت نشرح واحد النقطه اللي كتعلق بالمتنحي والسائل. دونك انا ملي كيعطينا واحد الشجره معينه تيقول لي واش المرض متنحي ولا سائل، شنو غندير؟ اول حاجه عندي قاعدتين اساسيتين سواء بالنسبه للسائل او للمتنحي. دونك غنبداو مثلا في الحاله ديال المتنحي، مابقاش كنهضر على مرض متنحي. ملي تنقلب في الشجره ديالي وتيبان ليا ان احد الابناء راه باين عليه المرض، كيفاش غنعرف بانه باين عليه المرض؟ خصني نرجع ونشوف اللي عنده اللون الاسود. بمعنى انا غنقلب على في هاد الاجيال خلف، بمعنى عندي جيل اول جيل ثاني جيل ثالث مثلا في هاد الشجره، غنقلب على الابناء الخلف هو هادو. ملي تلقى واحد اقل، ملي تلقى بنت مصابه او لا ذكر مصاب جاي من ابوين ما عندهم والو، يعني عندهم داكشي مربع ودائره خاويه ما فيهم حتى شي لون، هاد الحاله تنقول بان المرض بان عند هذا مخبي عندهم. بمعنى كنقول بان المرض متنحي. دونك التحليل الاول بحال مثلا في هذه الحاله عندي المرض متنحي، لماذا؟ احقاش هل الفرد جوج ثلاثه ظهر عليه المرض في حين ان ابويه سليمين؟ دونك القاعده الاولى اللي خصني عندها انه وجود ابناء مصابون من ابوين سليمين. دونك هذا هو التعليل ديالي. بحال مثلا هنايا تيقول لماذا هذا المرض متنحي او لا هل هذا المرض متنحي ام سائل؟ غتقول له متنحي لان البنت اثنان ثلاثه، وهي مكتوبه لان البنت باش عرفتها بنت دائره جوج ثلاثه مصابة، باش عرفها مصابة لحقاش عندها اللون الأسود. مزيان، ها هي عندها اللون الأسود مصابة، ولكن هي منين جاو الأبوين ديالها هما هادو اللي هما واحد 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 جوج. دونك لأن البنت جوج ثلاثة مصابة من أبوين تنحدر من أبوين سليمين، باش عرفتهم سليمين مربع خاوي ودائرة خاوية، بالتالي تنعرف بأنهم سليمين. هذا هو التعليل الاول باش نبين ان مرضنا متنحي. ايضا نقدر نعتمد على واحد المعطى ان هذا المرض ما تيبانش في جميع الاجيال. بمعنى ملي غنشوف هذا الجيل بان مرض، هذا الجيل بان مرض، ولكن في الجيل الاول ما عنديش مرض. دونك في هذه الحاله مباشره نستنتج دونك عدم ظهور المرض بجميع الاجيال. في هذه الحالة تنقول بأن المرض ديالي راه متنحي. مزيان، هذا في النقطة اللي كتهمني بالنسبة للمتنحي. بالنسبة للسائد راه تنقول بأن حاجة سائدة بمعنى كاينة فين ما مشيت غنلقاها، بالتالي شنو معنيتها؟ معنيتها بأن ظهور المرض غيكون باين ليا. دابا ما عنديش أنا في هذا المثال مثلا بدلت بحال هذا ودرت بحال هكا، في هذه الحالة تلاحظ بأن فهاد الحالة عندي وهذا مريض مريض مريض، بان لي المرض في جميع الأجيال. دونك ظهور مرض بجميع الأجيال، أو نقدر نقول وجود أبناء أو لا خلف. نقدر ناخذ غير واحد المثال كيما دابا أنايا البنت كذا، البنت جوج ثلاثة مريضة وتنحضر من أبوين مريضين. دونك وجود أبناء مصابون من أبوين مصابون،
فوق عندي هنايا بتي يكونوا عندي الابناء مصابون والابوين مصابون بالتالي في هذه الحاله تنقول بانه في هذه الحاله راه عندي هذا الحليل ممرض سائد مزيان. هذه الكلمه ديال متلاحي وسائد شنو الفائده ديالها باش غتنفع لي انايا؟ غتنفع لي بزاف ديال الحاجات. بصح بغيت نعرف المظاهر الخارجيه تنعتمد على هاد المعطيات اللي سنتجو. دونك لا تنعرف بان دونك مريض بالفرنسيه هو دونك تنقولو مرض دونك غير مزولي بإم. دونك يقدر متى بغاو نديرو مظاهر خارجيه وانماط رياضيه يا اما يكون عندي ام ولا ام ماجيسكي دونك وحده من هاد الجوج. والما السليم ولا العادي نلقى عادي نقدر نلقى سليم سليم اس ولا عادي هنايا نرجعو عادي اللي هو نورمال ان يقدر يكون ان يقدر يكون ان ماجيسكيل. دابا انايا كراه بان الامر الدوازيه غيكون واحد من هذا وواحد من هذا او اللي يقدر يكون جوج من هذا ولا جوج من هذا. ولكن الاشكال فين كيطرح شنو الحرف باش غنخدم انايا؟ واش غنخدم بالحروف الماجيسكيل ولا غنخدم بالحروف مينيسكيل؟ دونك ملي تيكون عندي المرض ديالي متلاحي تنقولو بان الرمز المريض هو ام او المرض هو ام. دونك شنو غندير دائما ملي تيكون عندي متلاحي تناخد الحرف مينيسكيل. الحاجه اللي متلاحيه تناخدها مينيسكيل والحاجه اللي هي سائده دومينون دونك تناخدها ماجيسكيل. دونك في هذه الحاله عندي هنايا المرض متلاحي دونك غناخد ام مينيسكيل. بالتالي الا خديت واحد مينيسكيل راه بالضروري يكون الاخر ماجيسكيل. دونك الحل هذه ماجيسكيل هذه قاعده. يعني انايا دابا عرفت باش غنخدم حروفه غنخدم اي مينيسكيل لحقاش المرض متنحي دونك خدمت اي مينيسكيل دونك اي ماجيسكيل من عندها غندير بها باقي. دونك الا خديت هذه مينيسكيل خصني نخدم هنايا بالضروره نخدم ماجيسكيل لان العادي سائد يعني حاجه عاديه باينه ان كلهم صحاحين دونك غناخد ماجيسكيل. دونك غنخدم هادو هادو فين غيفعلوا بحال مثلا المظهر الوراثي او المظهر الخارجي ديال الشخص. هاد الشخص كيفاش كيبان لينا حنايا؟ انايا تيبان ليا سليم دونك المظهر الخارجي ديالو داير بحال هكا ان ولكن من الداخل انا ما عرفتش كيداير. واش عندو حليلين بون واش عندو حليل عادي مع حليل مريض او لا عندو شي حاجه اخرى دونك وكذلك هذا كذلك هذا مريض دونك كيكون عندي المظهر الخارجي بين رقبتين هو ان صغيره. دونك هادو بالنسبه للتحليل ديال هاد الشجره. انا دابا ملي تيسولني تيقول لي واش هاد المرض محمول على الصبغه الجنسيه ام غير محمول على الصبغه الجنسيه؟ دونك انايا غيكون عندي جوج بحالات يقدر يكون هو محمول على الصبغه الجنسيه اكس ولا على الصبغه الجنسيه ايكغي. كاينه قاعده اللي غتبقى تعاوني دونك مثلا هنايا هنايا غنمشي نطرق بسرعه في هذا التمرين وغنبين لكم بانه ماشي محمول على صبغه جنسي. غناخدو غير مثال من بعد غنعطي قاعده عامه. دونك الى افترضنا مثلا هذه بما انها عندها واحد المظهر الخارجي ام بمعنى تبنى ليها المرض. نفترض انه المرض محمول على صبغه جنسي اكس دونك غيكون عندي اكس الاولاني عنده ام وبما ان هذا المظهر الخارجي كيبين بانه مريض دونك غيخص بالضروره يكون متشابه الاقتران حيت ما يمكنش ندير ان ماجيسكيل في التحت دائما ماجيسكيل من تندير الانماط الوراثيه الماجيسكيل كيجي في الاول. شفنا هذا الشيء في القوانين الاحصائيه. دونك الحاجه السائله تتبان ليا في الفوق هاد الماجيسكيل ما يقدرش يهبط لتحت دونك بالضروره هذا اكس غيكون عنده ام في التحت. دونك خدينا حنايا الفرق اللي هو جوج ثلاثه مزيان. دونك هاد جوج ثلاثه غيكون ورد دابا حنا غنديرو افتراض انه محور صبغه جنسي اكس وغنتاكدو واش الفرضيه صحيحه ام الفرضيه خاطئه. دونك غيشد واحد اكس منين غيكون جابو غيجيبو من الام ديالو صافي. دونك بما ان اكس جابو من الام ديالو نقدر نقول بان الام ديالو بما انها سليمه يقدر يكون عندها واحد اكس تيحمل ان ماجيسكيل
واحد اكس كيحمل ان دونك كافتراض حاليا صحيح. غنمشيو للاب. الاب تنعرفوا بانه عنده اكس وعنده اي. الاول تاع على اكس اكس قلنا بان هذا الاولاني هذا نفترضوا ان جبتوا من هذا من هذا الام ديالها حيت الام ديالها تعطي ان وتقدر تعطي ان دونك الاولاني جبتوا من هنا. الاب سليم دونك غيكون عنده ان ماجيسكيل و ايكغيك بالضروره. شوفوا مزيان بما انه سليم فان هاد صيغه جي سي اكس غيكون كيحمل بالضروره ان لحقاش هو سليم تيبين ليا السليم. وبما ان السليم هو السائل ان حاجه سليمه هي اللي بانت ليا ان ماجيسكيل راه خاصها تكون بالضروره فوق. دونك هاد اكس كيحمل ان واش غيمكن يجيبوا ليا من عند الاب ديالو؟ مستحيل. هي شنو تقدر تشد من الاب ديالها؟ تقدر تشد فقط اكس. كون شدت اكس غتولي ذكر ما غتبقاش عندي انثى. هنا انا عندي انثى داك الشيء جات اكس اكس. دابا نتمنى تكون فهمتوا هذه الفكره. بمعنى انه لو افترضنا بان هذه الانثى هذه اللي هي هذه فهي مريضه ضد مريضه غيكون عندها متشابهات. هنايا كاين نفس الاقتران عندي نفس ام الفوق و ام في التحت الحالي الفوقاني. افترضنا ان اكس الى افترضنا ان اكس هذا محمول على اكس دونك غيكون عندي اكس ام اكس ام. واحد اكس غنجيبو من الام ديالها ممكن ولكن الاب ديال الاب تيعطي يا اما اكس يا اما يكري. بما ان اكس كيحمل ان كبيره وهذه ما عندهاش ان عندها ام دونك هذا الافتراض خاطئ. بالتالي هذا الحليب غير محمول على الصيغه الجنسي اكس. وانايا ملي تنبغي نقولها لي تندير قاعده بسيطه تنقول له بان الانثى جوج ثلاثه مصابه من ابوين سليمين. دونك قاعده لي دائما ملي كتكون عندي واحد الانثى مصابه والابوين ديالها سليمين راه هاد المرض لا يحمل على الصبغه الجنسي اكس غير محمول على الصبغه الجنسي اكس. انثى مريضه الابوين ديالها سليمين راه بوان فينال. راه خصني نعرف بانه ما كاينش عندي الصبغه الجنسي اكس بالتالي هاد المرض ما تيديش ليا الصبغه الجنسي اكس. راه دابا نشوفوا بالنسبه للاكري. بالنسبه للاكري فوقاش غنقول بانه محمول على الصبغه الجنسي ايكغيك. ايكغيك عندنا ما كنلقاه تلقى الذكور فقط. دونك ملي تلقى الذكور كاملين فقط اللي عندهم المرض ديك الساعه نقدر نهضر. ولكن بما انني دونك ملي كيكون عند الذكور كاملين هذا وهذا وهذا والذكور كاملين عندهم ايكغيك هاد الحاله غنقول راه عندي هاد المرض محمول على الصبغه الجنسي ايكغيك. ولكن الا كانت عندي بنت واش عندها ايكغيك؟ بنت مريضه دونك هذه مثلا هذه مريضه ولكن هي ما عندهاش اي كريك عندها فقط اكس اكس. بالتالي شنو غنستنتج؟ غنستنتج بان هذه الحاله وجود اناء دونك هنايا انت جوج ثلاثه من الزمان بالتالي هذا الحليب او المرض غير محمول على اكس. هنايا وجود اناء مصابات إناث مصابات إذن المرض دونك غير محمول على صبغة جنسي إكري. ما كانش محمول على صبغة جنسي إكس ما كانش محمول على صبغة جنسي إكس دونك ضرورة المرض محمول على صبغة لا جنسي. ممكن نتمنى ان هاد النقطة توضحات لكم ديال المرض غير محمول على صبغة اكس او لا على صبغة اكري. الحاجة انها خصك فقط انك تحلل وتاخذ بعض القواعد اللي هي كتعطى مباشرة. اللي كتكون عندي انثى واحد الانثى مصابة والابوين ديالها سليمين راه في هاد الحالة الحليب غير محمول على اكس.
وملي تيكون عندي اناث مصابات في العائله ديالي بالتالي ما كيكونش محمول على اجر هاد الهضره. فهاد الحاله كنهضر على ما نسميه بالمرض المحمول على الصبغه الجنسي، عفوا على الصبغه لا جنسي. مزيان، دونك هو من بعد قالوا لي طريقه ديال الانتقال ديال المرض، دونك ملي تيطلبوا لي طريقه ديال الانتقال ديال المرض ناخذوا غير الجيل الاول. لاننا ملي بغي نحلل هذه الشجره، هذا السؤال قال لك كيف ينتقل هذا المرض نحلو، بحال يقول لي عطيني شبكه التزاول مثلا ديال هاد الاولانيين. حنا غناخذوا غير الاباء واحد واحد والاب واحد جوج، دونك ناخذوا هذا وهذا جوج، شنو غيعطيني كنتيجه بالنسبه لهذا الخلف. دونك اول حاجه باش كننتهوا عليها، ملي تيكون عندي المرض او هذا محمول على الصبغه الجنسيه اكس كنديروا الرمز بحال هكا، ملي تيكون عندي محمول على ايجري هكا، ملي تيكون عندي عادي لا جنسي كندير هكا كليك ديال فيه النقطه هنايا. دونك اول حاجه هاد الابوين سليمين، نمط الخارج ديالهم ان ان، بما انهم انجبا بنتان هنايا جوج ثلاثة، إذا في هذه الحالة ميمكنش نقول إلا أنهما يهج، يعني غيجيني المرض في نظرنا، دونك غيجيني المرض من عندهم هنايا، دونك هاد الجوج سليمين وهادي بان عندها المرض، راه ميمكنش يجي المرض من بلاصة، غيجي من هادو، غير هو مخبي. شنو معني زعما مخبي؟ بمعنى راه غيكون هنايا بحال دابا في هذه الحالة، غيكونوا مختلفين في الاقتران. دونك مزيان، دونك قلنا عندنا البنت، البنت جوج ثلاثة، كيفاش جاي المظهر الخارجي ديالها؟ المظهر الخارجي ديالها هو ام، هاد المظهر الخارجي، إلا بغيت نكتبو على شكل الأنماط الوراثية اللي عندي، دونك بما أنه صبغي لا جنسي، دونك غندير هكا، عندي ام، ميمكنش يمشي ليا مع ان، لحقاش قلت لكم أن الفوق تندير ماجوسكيل سواء كان هو المرض او لا كان هو الحاجه العاديه، والتحت كيكون ميسكيل دائما، دونك هذا غيكون ميسكيل هذا ميسكيل، ام على ام، هو في هذه الحاله عندي ام على ام، انا باش تجيني ام على ام اللي غتجيني الاب ديالي مثلا هنايا عندي الاب اللي هو واحد واحد عنده المرض الخارجي انه كيبان ليا سليم، ولكن انا باش نقول سليم شنو معنيتها؟ بمعنى ان ان راه غتجي في الفوق هي، كيفاش نقول انه غيكون ان حتى في التحت؟ علاش؟ لحقاش هذا عنده ام، ملي غيجي واحد ام، واحد ام غيجي من الاب، واحد ام غيجي من الام، فهمنا؟ والاب، الاب بما انه سليم دونك غيكون عنده ام، ما يمكنش يكون عنده ان على ان، باش يعطيني ان خص تكون ضروري تكون فيه ان، بالتالي ضروري يكون مختلف الاقتران، دونك الاب عندي في هذه الحاله ها هو النمط الوراثي هكا، نفس الشيء بالنسبه للام، الام حتى هي باش تعطي ان بما انها سليمه، ها هي الام هي واحد جوج هي سليمه بحالها بحال الاب، دونك النمط الوراثي ديالها غيكون ان على واحد الحاجه، واش يقدر يكون ان على ان ولا ان على ان، ولكن باش نحكم انايا واش ان على ان او ان على ان، انا غنشوف هاد البنت جابت واحد الان ملي غتكون جابتو من الابوين ديالها، واحد جابتو من الاب مزيان ها هو، بقى لي الثاني ملي غاجيها من الام، فين هو اللي فيه ان؟ واش هذا ولا هذا؟ هذا ما فيهش ان، دونك هذا راه خاطئ، دونك إلا بغيت نعرف النمط الوراثي هو هذا، لحقاش غتهز ليها هذا الإم غيمشي ليها، تفهمنا؟ كون نتمنى أن هذه الفكرة تكون واضحة، بالتالي عندي الأم ديالي والأب ديالي تكونوا مختلفين الاقتران، بمعنى أن النمط الوراثي ديالهم إن على إم، إن على إم، بمعنى غيعطوني هذا غيعطيني نوعين من الأمشاج، هذا غيعطيني نوعين هذا حاليين مختلفين، دونك غنولي عندي شبكة التزاوج.
باش نعرف الاحتمالات ديال هنايا. واخا هي شنو عندي هذا بالنسبه للفرد واحد الاولاني واحد واحد غيعطيني ان وغيعطيني ان، كذلك الانثى غتعطيني ان وغيعطيني ان. دونك هذا غيتلاقى مع هذا وهذا غيتلاقى مع هذا وهذا غيتلاقى لي مع هذا وهذا مع هذا. دونك ان مع ان، بما ان ان سائل غيجي فوق وهاد ان غيكون تحت. ان مع ان، ان هو السائل غيجي فوق و ام هو المتنحي غيجي تحت. ام مع ان، دونك ان غتجي فوق و ام غتجي تحت، حقاش هادي متنحيه. ام مع ام هذا دابا نديرو مظاهر خارجية، هادو أنماط وراثية. شنو معني سائل على إن؟ أنا داكشي لي غيبان ليا هو داكشي لي من الفوق، بمعنى غيبان ليا على برا شخص سليم، هذا تا هو عندو إن في الفوق غيبان ليا سليم، هذا تا هو عندو في الفوق غيبان ليا سليم، وهذا عندو إن مريض. بمعنى إلا حسبنا ليه واحد جوج ثلاثة، ثلاثة من أصل أربعة، دونك ثلاثة على أربعة عندهم واحد المظهر خارجي اللي هو ان، بمعنى سليم. واحد على اربعه عنده مظهر خارجي انه مريض، بمعنى ان. بمعنى ثلاثه على اربعه هي تقريبا هي 75%، واحد على اربعه هي 25%. باش نعرف كيفاش جد هنا نضرب في 108 على 100، ديك الساعة غنعرف شحال هي النسبة المئوية اللي غنضرب واحد على 4، باش نعرف نحولها للنسبة المئوية غنضرب في 100 ونقسم على 100، 1% على 4، دونك 100 على 4 غتعطيني تقريبا 25، دونك غتعطيني 25 على 100 اللي هي 25%، وبهذه الطريقة. إذا تقولوا بأن في هذا الخلل تيكون عندي 25% الأشخاص مصابين، أما 75% فهم سيكونوا سليمين. دونك هذا هو التحليل بالنسبة لهاد الحالة. أشكركم على حسن المتابعة، من بعد غنطلقوا مثال آخر اللي هو ملي يكون عندي هذا المرض محمول على الصبغي الجنسي، وغنطلقوا بالضبط الصبغي الجنسي إكس والصبغي الجنسي إيكغيك، وكيختلفوا لنا الحالات على حسب إذا كان المرض متنحي راه عنده قواعد معينة، ولي تيكون في المرض السائد تيكون عندو قواعد أخرى معينة. دونك لي بغيتكم تفهمو حاليا هادشي لي طرقنا ليه هنايا في هاد الحالة، دابا درسنا حاليا ممرض متنحي ودرنا مجموعة من الفرضيات اللي عن طريقهم بينا بأنه متنحي وبأنه كذلك غير محمول على الصبغيات الجنسية سواء إكس أو واي، وإنما محمول على صبغي لا جنسي. كنشكركم على حسن المتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه.